أنا عارفة إن دوامة الحياة بعدتنا كتير الفترة اللي فاتت، وعشان كده أنا فكرت وقررت إن إحنا لازم نعمل حاجات مشتركة مع بعض، ولا إيه رأيك يا فالنتينو؟ أه طبعاً يا حبيبي، وليه؟ بس حاجات زي إيه يعني يا ماما؟ يعني نتفرج سوا على فيلم واحد. أنا جبتلكوا فيلم وثائقي عن اكتشاف الجبنة الركفور وطريقة تصنيعها وإزاي بينتنوها، أكيد هيعجبكم. إزاي بينتنوها؟ أه ربنا يسد نفسك. جبنة ركفور إيه بس يا ماما؟ قولي لها. إحنا نتفرج على فيلم وثائقي عن البيج بانج، الانفجار الكوني العظيم. يا فرحة أمك بيكي. طب ما نشوف حاجة لشكسبير، حلم ليلة صيف مثلا. سيبكم الكلام ده، انا هحكي لكم على فيلم شفته سنه 2008، دخلته في سينما كوزموس مع ثلاثه اصحاب، عمار ويوسف وصلاح. يوميها كان يوم سبت، عمار جاب في شرب الجبنه، يوسف بقى جاب كل حاجه، يوسف ده حصل اصلا، ولا بعد كده بقى راح مضلمين السينما. المهم هو دخلنا قعدنا، الفيلم ما اشتغلش، النور اتقطع. انت بص لك ليه يا عم؟ ايوه حلوف، اتاخرت كده ليه؟ سناء بتقول ايه؟ حصل في المستشفى؟ آه يا حص عليك يا ابني وعلى اللي جرالك، ما كانش يومك يا ابني، بطني يا عيني عليك يا حبيبي. جرى يا ماما؟ ما كنتش قاعد في عزايا وانا مش واخد بالي. معلش يا ابني معلش. نور الحمد لله انك جيت، شفت الواد جراله ايه؟ ايه يا ابني اللي عمل فيك كده؟ اقول ايه؟ اقول حبيبي حبيبي سلامتك الف سلامة. ايه في ايه؟ في ايه؟ الظاهر في حاجة من الخطيرة كده، شو روح شوفنا الدكتور فين وما تجيش الا ما تطمنين. سلامتك حبيبي الف سلامة. يا مصيبتي حاجة خطيرة، سلامة. حاجة خطيرة. ايه يا خير الحاجة الخطيرة؟ لا ما فيش، انا كنت بطرقها بس. ايه بقى اللي حصل؟ اللي انا فهمته يا خالي ان هم اتضحك عليهم من واحد اسمه العجماوي. طب وانا ايه علاقتي بالعجماوي ده؟ ما هو العجماوي ده خب بضاعة منهم وكان الضامن وصولات أمانة باسمك، حمل البضاعة وفص ملح وداخل، وطبعا ما صدقوا لقوني. ما أقولكش على اللي عملوه فيا، أنا مش هنزل أدور تاني، العمر مش معزقة. طب والعمل إيه يا زفت دلوقتي؟ العمل إيه؟ تأجر لي أوضة فوق أوتيل خمس نجوم وأنا أقولك.